مساء الخير. البلد بلا حكومة، عايشين بفراغ، خربت الدنيا. كيف بتستقيل الحكومة؟ وين السياسيين؟ تركوا الشعب. كيف بيستقيل المئات؟ آخر همه لبنان. فراغ فراغ فراغ. وفي الزيعة الفراغ، في الزيعة إنه البلد فرط لأنه استقالت الحكومة. مساء الخير جديد. ليلي في كم سؤال حلوين. من أي متى كان لازم تستقيل الحكومة؟ كم مرة كان في مصايب بتفرض عليها أنها تستقيل؟ هلا الرئيس مئاتي قال انه مرتين فكر قبل ما يستقيل هيدي المره، وهالمرتين كانوا بيخصوه او كانوا نوعا ما حساسين لمركزه ولشعبه، ولكن كان في اكثر من 20 مره او 20 مصيبه بتفرض على هالحكومه انها تستقيل. 20 كارثه حساسه ضرت الشعب اللبناني كله، مش بس شعب معين او طرف معين بالبلد بلبنان. ممنوع بقى نجي نشتغل سياسه لحتى نرضي جماعتنا، بغض النظر عن قضية اللواء أشرف ريفي يلي هو من أنظف وأشرف الضباط بالجمهورية اللبنانية، وبغض النظر عن دور فرع المعلومات يلي حتى اللي بيهاجموه بيعرفوا كتير منيح قديش فعال وقدي عم يشتغل. اليوم فلت الحكومة اللي كان لازم تفل من زمان، مش لأنه اللي قبلها كانت أحسن ولا لأنه اللي بعدها ما بنعرف إذا رح تكون أحسن، ولكن أوقات الإنسان لما بيكون بالسلطة، لما بيكون في باور بين إيديه، بينعمى، ما بيعود يشوف، بصير معمي، ببطل مركز، بصير ضايع، بصير طاير، لأنه لما تنعطى السلطة الشخص لازم يكون أدى ويضل على الأرض. لازم تستعمل هذه السلطة لمصلحة الناس ولمصلحة الشعب اللبناني. هيك المفروض تكون السياسة بلبنان، مش مثل اللي صار لنا سنين وسنين عم نشوفهم، كان بهاي الحكومة أو باللي سبقوها. مصالحكم يلي بحجم كراسيكم هي اللي وصلتكم لهون اليوم، هي اللي خلت اللي عم بيصير على الأرض يصير. وبدون ما نفوت بتفاصيل وزارات ونقعد نسميهم وحدة وحدة، وليش فشلوا هيدي الوزارات، وليش في قسم كبير من الوزراء رجعوا وزاراتهم 100 سنة لورا. اليوم الكف بيوجع بس ما بيموت. اليوم لازم يتعلموا من الكف، لأنه بعد أول كف ما في كف تاني، بعد أول كف في ضربة قاضية. شو المطلوب من الحكومة الجاية؟ مش كتير بغض النظر عن الانتخابات، وقانون الانتخاب ما بدنا نحكي فيه. ما بنتوقع كتير من الحكومة اللي جاية. أولا بدنا أمن، تانيا بدنا صحة، وثالثاً طبقوا القانون. بس ما في أبسط من هيك. ما بنقدر نعمل مزرعجية بالسياسة بلبنان، خلص بدنا نخلص منها. نعيش على ريحتنا، نمضي مثل ما نحن بيناسبنا، نلغي قوانين، نخالف الدستور، ونترك المراكز، ونترك بعض المناصب الحساسة نتركها فاضية وشاغرة، وما نعمل تعيينات، ونحط البلد خاتم بإصبعنا. ما بقى فينا نعمل هيك. واليوم لازم نأكد أنه صارت واضحة، اللي بده يستلم البلد ما بيقدر يحكم بمبدأ أنه أنا ما بدي زعل حدا، بدي أرضي كل الناس. رضيتوا كل الناس بس ما حدا رضاكم. خلي اللي صار يعلمنا كيف نكمل ولوين رايحين، ومنيح اللي راح لأنه طول، وإن شاء الله أصلاً يلي جاي يكون أحسن. ومثل ما قلت أنا ما بنعرف إذا اللي جاي أحسن، وحتى لو هو نفسه رجع، حتى لو رجع الرئيس مئاتي يترأس حكومة، كونوا أكيدين إنه بيرجع أحسن من قبل، لأنه الحياة مدرسة كلنا بنتعلم من وراها. واللي منكم ما راح يتعلم، وهيدي للسياسيين كلهم، اللي منكم ما راح يتعلم إنه الناس ممكن توعى يوما ما بيكون كتير غلطان. انتبهوا من غضب الشعب اللبناني، لأنه اللبنانيين اليوم معظمهم نايمين. وبس تخيلوا معي مشهد كله لبنانيين واعيين وعم بيحاسبوكم، بس فكروا فيها كتير منيح، لأنه ساعتها في كتير رح يهربوا من لبنان، رح يضبطوا أغراضهم ويفلوا. في ناس قد ما عملت بالشعب، قد ما عملت بالأملاك العامة، قد ما عملت بالأموال العامة، رح تهرب يوما ما، لأنه البقاء للشعب اللبناني، البقاء للإعلام الحر، البقاء للمتواضعين، البقاء للاعتدال للناس المعتدلين بلبنان. لأنه باختصار اليوم المعركة صارت معركة اعتدال بوجه التطرف. بطلت معركة طوايف ومذاهب وسني وشيعي، سوا كلنا سوا كل الطوايف بدنا نقضي على التطرف بلبنان، لأنه المتطرف الموتور هيدا ما له محل بلبنان. وما رح نصير مثل ما عم بيصير بمصر، ما رح نتحول لمصر ما حدا يحلم بهيدا الموضوع. مواضيع حلقة الليلة بانتحر، مشوفه سوا. سما المصري راقصة تهز عرش الإخوان وتصفهم بتجار الدين. تضفر أي عيل صغير في الشعب المصري برقبه وبرقبة كل اللي معي. فيديو يصور 365 يوم من حياة امرأة معنفة.
شهادة عامل في مطار بيروت الدولي عن تهريب الأسلحة الإيرانية لحزب الله. أنا عارف إنه عم خاطر بقيتي بس ما عاد فرقاني معي. نصب واحتيال، بطاقات تشريج وتحويلات مالية باسم المطران غريغوار حداد. مشكل حاد بين الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع عبر الإنترنت. رين عباس، لبنانية تغير الواقع من خلال لعبة. مسلحون خطفوا ناطورا وأبرحوه ضربا خدمة للدكتور البلطجي. ماذا يقول الشارع اللبناني عن استقالة الحكومة؟ إذا راح نجيب مين من نجيب؟ بالمقدمة قلت لكم ما راح نسير مصر وما حدا يحلم فيها. اليوم قدامنا طريقين بالبلد، طريقين بلبنان. أول طريق هو طريق الاعتدال، كل الناس والطوائف والمذاهب بتحترم بعضها وحريتي بتوقف عند حرية الآخر، أو التطرف والتعصب يلي عم نشوفه مع كم موتور حابين يخربوا البلد. أصعب شيء نواجه المتطرف يلي بيدمه التعصب واللي بيفتي بينه وبين حاله واللي بده يلغي الناس يلي بالوطن، بده يلغي شركائه بالوطن وبده يعمل بلد ما بتمشي فيه إلا القوانين، قوانين القمع، المحرمات، وإنه نسكت غيرنا يلي هن بقرروها واللي هن بدهم إياها على قياسهم واللي مفروض إنه نحن نعمله. المفروض نتعلم من اللي صار بمصر. بمصر لما كنا عم نتابع محاكمة حسني مبارك الرئيس المصري السابق وعم نتابع ثورة الشعب المصري، كنا كلنا متأكدين من وراء الصورة يلي عم نشوفها على التلفزيونات إنه وأخيرا المصريين صاروا أحرار. كنا عم نحسدهم، كنا عم نصرخ كلنا مصر، كنا كلنا عم نقول شو هالشعب الجبار، شو هالشعب القوي يلي حاكم رئيس جمهوريته. ما كنا متوقعين أبدا انه فجأة نبلش نسمع انه بمصر بلشوا يشيلوا البوسات من الافلام، نسمع انه عم يمنعوا بناء الكنائس، عم يجبروا الناس تغطي تماثيل كل امرأة بالبلد بالبرقع، هيدا البرقع يلي بيغطي الوجه كله ببين العيون. هيدا هو حكم الاخوان يلي من شهر مثلا كمان منعوا كتاب اسمه دفتر سيجارة للكاتب بول شاول لانه هو بكتابه او بافكاره حر وليبرالي. من جمعة كمان منعوا الاخوان دعاية رسمية بتدافع عن حقوق المرأة. ما في الا مرأة وحدة بمصر تحدد في زيعة الإخوان، تحدد رجال السياسة المخابرات البلطجيين والمطوعين بالفن. سما المصري قررت تعمل ثورة بالفن، قررت تعمل ثورة بالكلمة، قررت تعمل ثورة باللحن وبالفيديو كليب. قبل ما تطل معنا سما مباشرة من القاهرة من مصر، خلينا نحضر أول شيء سوا تقرير عن كليباتها. المحترم اللي بيقول ان هو من الثورة وطالع يشتم راجل في سن والده مش محترم حاجة خالص وفاكر ان هي دي الرجولة، لا ده لا فيها رجولة ولا فيها شرف. شيء
بتربى اي عيل صغير في الشعب المصري برقبتك وبرقبة كل اللي معاك. سيبوني بقى عشان عايزه انضف الوساخ. يا رقصين يا بلطجيه يا حراميه وحبسجيه وكذابين تجارين ارهابيين كذابين ارهابيين. انت بتشبينا فاجره والنعمه ماني تخدموني. مباشرة من القاهرة بستقبل إذا بدي أقول الثائرة على حكم الإخوان والثائرة على مرسي والثائرة على من يحكم مصر اليوم سما المصري. بسيك بالخير. مساء الخير. مساء الخير يا جو ومساء الخير على كل اللبنانيين. سما المصري اليوم الشاشات العربية كلها مليئة بمشاهد الثورة اللي عم بتصير أو المشاكل اللي عم بتصير، وكل من يتحدى الإخوان وكل من يتحدى نوعا ما النظام بيتعرض لمضايقات وبيتعرض ليمكن القتل أو لأنه ينجرح. أنت بتقولي بالكليبات بتقولي الإخوان إرهابيين تجار دين رقصين حرامية، وبتقولي بالطول بالعرض حنجيب الإخوان الأرض. هيدا الكلام ما بتخافي انه يوما ما يمكن يهدر دمك او يعرضك لخطر؟ انا بس عايزة اقول على حاجة في الاول اعلق عليها. انا سعيدة جدا ان انا معاكم. انت في الاول قلت ان لبنان مش هتتحول زي مصر. انا عايزة اطمنك يا جو ان مصر عمر ما حد طيار معين هيقدر يتحكم فيها او يقدر يحولها لدولة ارهابية او دولة متطرفة، والتاريخ اللي بيقول كده يعني. لا الاخوان ولا 100,000 قد الاخوان هيقدروا يحولوا مصر لأي حاجة غير انها تبقى مصر دولة مدنية وسطية. دي اول حاجه. تاني حاجه بالنسبه لان انا ليه انا بعمل كده ومش خايفه، لا انا مش خايفه لان احنا الجيل اللي طالع ده اللي كان بيقف في ثوره 25 قدام الدبابات، انا طبعا ما وقفتش قدام دبابه لانه ما اعرفش اعمل الحاجات دي. نعم. الجيل ده اتعلم ان هو ازاي يعبر عن رايه بحريه، ازاي ما يخافش، ازاي يحاول ان هو يعني مش عايزه اقول لفظ ان هو يغتصب حريته من اللي بياخدها منه، يعني ياخد حقني ده حقه. علما انه الكلمات اللي استعملتيها والعبارات يعني خطيره جدا ومنها ثوره عاديه، يعني هي ثوره اول شيء بتاثر كثير واكثر من ثوره يعني بالكليبات والاغاني. اولا كلمات الاغاني اللي انا قلتها في كل اغنيه ليا عملتها ضد الاخوان او ضد ابو اسماعيل او ضد اي حد متطرف في مصر ظهر دلوقتي بعد الثوره، انا مش بتبلى عليه، ما هي دي حاجه حقيقيه. هما الاخوان لما قعدوا 80 سنه او فوق ال 80 سنه في السجون تحت الارض، والناس للاسف تعاطفت معاهم لانهم كانت فاكراهم بني ادمين وهيطلعوا يقفوا جنب الناس. هما اتسجنوا ليه؟ ما اتسجنوش عشان قضايا سياسيه. ثلاث ارباع الناس اللي اتسجنوا فيهم اتسجنوا عشان تفجيرات ارهاب. نعم. فانا لما اقول يا ارهابيين انا ما بشتمهمش، ما انتوا كده، ما تاريخكم بيقول كده. نعم. اليوم لما اقول يا حبسجيه. نعم. اليوم مصر شو وضعها؟ اذا بدك توصفي لي مصر اليوم شو وضع مصر؟ لا مصر يمكن في عندها وعكه صحيه الايام دي، بس مصر مش هتموت طول عمرها، ولا عمر حد هيقدر ان هو يتحكم فيها ولا يرجعنا 100,000 سنه لورا. احنا هنفضل زي ما احنا. نعم. زي ما قلت لك في الاول احنا دوله وسطيه مدنيه، والله اللي عاجبه على الحال ده يقعد معانا اهلا وسهلا، واحنا هنفضل نقاوم لحد ما ناخد حقوقنا ولحد ما تفضل مصر زي ما تربينا وتولدنا فيها. نعم. اللي مش عاجبه يروح يشوف له بلد تانية بقى يمينيه متطرفه، احنا مش كده خالص. نعم. هيدا راي يمكن قسم كبير من المصريين من بعد يلي صار، ويمكن من بعد ما اكتشفوا انه خيارهم كان خاطئ الى حد ما. صحيح. المصريين للأسف كانوا مخدوعين في الإخوان أو كانوا مخدوعين في التيارات الإسلامية كلها بصفة عامة، لأن إحنا شعب عاطفي ودايما حتة الدين بتأثر فينا، فهم قال لك إحنا نمشي ورا اللي قال الله وقال الرسول، لكن اكتشفوا إن دول أكتر ناس منافقين، أكتر ناس بوشين. وأقدر أقول لك إن جماعة الإخوان المسلمين كانت اسمها الجماعة المحظورة، بعد ما وصلت للحكم ممكن أسميها لك الجماعة المسعورة، مسعورة على الكراسي ومسعورة على المناصب. نعم. والشعب بقى في 60 داهية ما يهمهمش. نعم. بالأغاني كمان قلت خلوا محمد غير جوزيف، هل عندك خوف؟ آه. على ما بعرف إذا بدي أقول التعصب أو التطرف يأذي المسيحيين أو الأقلية بمصر أو؟
لا انا عايزه اقول لك إن, ان ان في مصر طول عمر مصر كده ومش هتتغير. ان دايما المسيحي ما اقدرش اقول ان هو اقليه، لا ده صاحب بلد زيه زي بالظبط. المسيحي بيصوم معايا في رمضان، انا ليا ناس صحابي مسيحيين بيصوموا معايا في رمضان. واحنا طول عمرنا من ساعه واحنا صغيرين اتربينا ان احنا نحتفل معاهم بشم النسيم، نلون معاهم البيض، ناكل الاكل بياكلوها دايما في الاعياد بتاعتهم، فعمرهم ما هيقدروا يغيروا ده لان طبيعه ده في الشعب المصري. طب ليه بتعتقد اليوم الاخوان عم بيمنعوا بناء الكنائس ويعملوا تصرفات اخرى؟ هلا يعملوا نوع من الكراهيه بين المسلم والمسيحي، يعني ليش؟ شو الهدف؟ طبعا هو مش بس الـ 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 الاخوان، مش دي سياسه الاخوان، دي تقدر تسميها سياسه المستعمر. كان دايما طول عمره بيحاول هو يعمل عشان يشق الصف المصري فيعمل فتنه طائفيه. نعم. بس هو حاول كتير ومعرفش، يعني المستعمر اللي هو الاجنبي معرفش. احنا انا شخصيا على رايي اقدر اسمي لك الاخوان دلوقتي مستعمرين لمصر، فهم مش هيقدروا يعملوا كده مهما حاولوا. نعم. هل عندك اصدقاء فنانات فنانين مصريين؟ من هم اصدقاء سما المصري؟ من يتجرأ يكون صديق لسما المصري الثائرة على كل شيء بمصر اليوم؟ لا هو انا يعني هي تجرأ يعني، لا هو انا ليه اصدقاء في الوسط كتير وكلهم يعني كويسين الحمد لله، بس في فرق بين ان انا عندي الجرأه مثلا 80 او 90% ان انا اتجرأ واعمل اغاني ضد الاخوان. نعم. وفي ناس تانية لا تقول لك لا انا خليني جنب الحيط، وانا مش معنى كده ان هو اقل وطنيه مني، لا خالص يعني، بس هي على حسب شخصيه كل واحد يعني. نعم. بتقولي كمان بالاغاني الدستور حطوه برغيف وشالوا منه حقوق الست، ما هو وضع الامرأة المصرية اليوم في ظل حكم الإخوان؟ لا هي طبعا حقوق الست دلوقتي قلت جامد، وخصوصا الدستور اللي حطوه اللي هم قعدوا يطبخوه في ليلة ده، مش فاهمة ازاي يعني الدستور ده برضو في الآخر هيشربوه هم يعني الدستور ده خدوه انتم، مش هيمشي معانا من هنا لحد آخر الأوضة يعني. طبعا حقوق الست بدأت تقل، ومش بس حقوقها في القانون، لا ده بقى حقوقها في الشارع عيني عينك. يعني البنت اللي هي انضربت عند المقطم بالقلم دي، انا كان نفسي النائب العام لما هو يعني سخن قوي وبدا يستدعي النشطاء السياسيين عشان يبدا يحقق معاهم في احداث المقطم اللي فاتت. طب ما قبلها بكام يوم البنت انضربت ووش الراجل اللي ضربها باين، ما تجيبه تحقق معاه، ليه بتحقق مع ده؟ يبقى معنى كده انت مش نائب عام لكل المصريين. فهي الفكره ان فعلا حقوق الست بدات حتى في الشارع كمان، بدا التحرش بالست يبقى كتير لان هو مش مديها حقها. اليوم الكليبات كلها يلي اصدرتيها اللي شفنا مقاطع منها واللي بتغني فيها وبترقصي لتوصلي الرساله، وين انتشرت اكثر شيء؟ وين نزلتيها؟ قد ايه اثرت على الانترنت؟ كيف كانت رده الفعل؟ والله هو انا اول انا كنت الفكره جات لي من ان انا كنت زي مصريين كتير متغاظه جدا من اللي بيحصل بعد حكم الاخوان وبعد ما مرسي جه يحكم مصر، ان هما بقاش ينفذ اي حاجه من اللي قالها، وفلوس هتدخل بعد ما انجح ولا شفنا حاجه، وبيكسر بالقانون عرض الحائط. ما هو انت كرئيس لما تكسر بالقانون عرض الحائط، انا كمواطنه كمان مش هحترم القانون لان الكبير بتاعي ما احترموش. نعم. فانت دلوقتي بتجيب نائب عام مش قانوني اصلا وبتشيل ولكن واحد. هل الشارع عم يتاثر بالكليبات؟ الشارع المصري عم يجيك ردود فعل؟ اه طبعا كتير. انا كمان عشان عملتها بحته كوميديه يعني، انا بعدت عن حته كانوا دايما يقولوا بعد فيلم على واحده ونص، كان دايما يقول ان انا ممثله اغراء او بافور في الشغل التمثيل بتاعي، فانا عملتها بطريقه كوميديه ولبست فيها لبس مقفول علشان ما ادهمش فرصه انهم يتكلموا عليا في حاجه. يقدروا يركزوا شوي على المضمون. هو الناس انا بعمل الناس فرحانه بيا علشان انا بعمل اللي ناس كتير عايزه تعمله مش عارفه تعمله. نعم. يعني في ناس كتير عايزه تقول لهم ده انتوا حبسجيه، ده انتوا تجار دين، ده انتوا ارهابيين، في ناس كتير عايزه تقول لهم كده ومش عارفه، في ناس كتير عايزه تقول لابو اسماعيل انت بتروح تبلطج عند الداخليه وبتروح بتقول الشاحن ضاع وبتزق العيال الشباب الصغير يروح يتضرب عند القائد ابراهيم، وانت بتيجي الاخر تقول الشاحن ضاع، ده على مين الكلام ده؟ ان شاء الله ما حدا هددك هيدا الكلام. هيدا الكلام ما حدا هددك؟ ما حدا قال لك شيء؟ ما اجاك رده فعل لهلا؟ لا انا جالي طبعا تهديدات كتير، انا كل يوم بيجي لي تهديدات، بس انا يعني انا برد عليهم بحاجه واحده بس، لما يتصلوا يقول احنا هنعمل فيكي ونعمل فيكي، هو انا ردي بيبقى بسيط يعني، برد عليهم واقول لهم ميه وهم بيفهموا. هيك بتقولي لهم على التليفون بس يدقوا لي؟ قد ايه تتوقعي تضلي تقولي لهم هيك؟ اضل ايه؟ تضلي قد ايه بتتوقعي تضلي تقدري تقولي لهم هيك؟ تردي هيك يكون ردك هيك؟
لحد لما اموت. بتخافي على حياتك؟ او يقبضوا عليا. هل حاطه سيناريو انه ممكن تنقتلي ولا ما فكرتي فيها؟ لا سمح الله اكيد. والله انا مش حاطه الموضوع ده في دماغي خالص، ومش هبقى زعلانه جدا. انا اولا مش انا مانيش مخضرمه في السياسه، انا نوع ده من الكوميديا السوداء، نوع جديد من المعارضه انا بقدمه، وهو جه على بالي كده، ربنا الهمني بيه، ما كنتش مرتبه له. فلو مت انا مش هكون اغلى من الناس اللي انتخبت مرسي وماتت، زي جيكا وكريستي والجندي، مش هكون اغلى منهم يعني. اخر سؤال عندي، بدي اسال عن برنامجك دقن وجلابيه. عندك برنامج على التلفزيون؟ هو في برنامج، هو في فكرتين لبرنامجين. نعم. واحد دقن وجلابيه وواحد البس. هي هما الاثنين برضو وين ممكن ينعرضوا يعني؟ هي قناه الفرعين، انا تعاقدت معاها على برنامج البس، بس لسه برضو في مشاورات، عشان في من عندهم شويه تدخل في السياسه التحريريه بتاع يعني البرنامج. يعني الكليبات مأثره شويه كمان ممكن ولا لا؟ انا ما الكليبات بتنزل على النت، وانت عارف دلوقتي النت بقى اكتر انتشارا واكتر اتساعا يوصل للناس بسرعه. انا ما كنتش عارفه الموضوع ده الحقيقه. شو رايك وصل على لبنان؟ عامل شغله حتى بلبنان، الكليبات عامله شغله بلبنان. شو راح يكون مضمون البرامج؟ ما هو مضمون البرامج اللي راح تقدميها على بمصر على محطات؟ هي هتبقى انا هجيب شخصيه معينه كل مره، كل حلقه ممكن استضيف حد وممكن ما استضيفش، بس هيبقى بنتناول يعني الشخصيه اللي انا بتكلم عنها، مش هبقى هي اللي مستضيفاها. نعم. وهبدا انا والضيف اللي معايا نتكلم عليه، وهو هيبقى كوميدي برضه، وبعدين في الاخر هقدم له اغنيه ليه يعني ككادو مني ليه يعني، برضه يعني هتبقى تريقه يعني. نعم. هل يعني برايك هل راح يبصر النور البرنامج، ولا بتتوقعي انه ما حدا يقدر يرجع يطلعوا على الهواء لانه عم بياخروا لك ما يتجرؤوا يعني؟ هل تتوقعي ما يتجرؤوا؟ لا، ما حدش بياخره. لا 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 لا، انا اللي باخره، لان انا ما بحبش حد يتدخل في الماده الاعلاميه اللي انا اقدمها، طالما انا اللي مقدمه الفكره، ما بحبش تدخلات من القناه. نعم. فاهم؟ هو احنا اتفقنا على كده، ده اللي مخليني انا متاخره، ما بحبش حد يتدخل في شغلي. لكن لا بالعكس، انا جالي عروض من قنوات تانية، وممكن برنامج دقن وجلابيه ده يتعرض على قناه تانية يعني، لكن الفرعين برنامج البس يعني. سما المصري، انا بدي اشكرك وحيي ثورتك على كل شيء عم بيصير بمصر. نحن مصر عرفناها مصر الحريه ومصر الفن ومصر يلي منسافر لها، ومصر ام الدنيا واللي نحن حابين نرجع نسافر لها. وراح اترك لك الكلمه الاخيره للمصريين وللمشاهدين. انا طبعا احب اطمنك واطمن كل اللبنانيين وكل المصريين ان مصر ان شاء الله هي هتتعب شويه، عندها وعكه زي ما قلت، وان شاء الله تشفى منها وتقوم بسرعه، بس احنا لازم نتعلم علشان الناس بعد كده تحرم تقول احنا نمشي ورا ابو دقن وجلابيه واللي بيقول قال الله وقال الرسول. واتمنى بقى ان انتوا، انا بحب اغنيه جامده قوي عندكم مناسبه يعني، اللي هي تذكر يا علي هاك البهدلي. انا بحبكم قوي، وان شاء الله نتقابل قريب في لقاء تكون مصر فيه قامت من محنتها ان شاء الله. اكيد لما ترجع، اذا حققتي الثوره اللي عم تعمليها وتنتصري، رح تكوني اول شيء ضيفه عنا بانت حر، لانه البرنامج اسمه لو انت حر بقى. البرنامج اسمه انت حر وهو ينادي بالحريه، فاكيد رح تكوني ضيفتنا. ربنا يخليك. شكرا لك سما المصري. شكرا لك من مصر. ما بعرف شو نظره يلي عم يحضروا الليله لسما المصري، ولكن بدي اقول لكم تنتبهوا لشغله كثير مهمه. الاخوان والتطرف الديني إذا طول كتير بيرجع مصر ممكن 10 و20 سنة لورا. يعني للأسف في هيدي المرحلة، ومثل ما قالت سما أنه مصر ساخنة وبدها تتعافى، ولكن كل رجل أعمال نوعا ما مع الانفتاح ومعتدل، كل ناشط اجتماعي، كل مستثمر فل من مصر، في قسم كتير كبير فلوا من مصر لأنه مطولة، يمكن القصة بدها عدد من السنوات، بدها وقت. ممنوع نحن باللبنانيين لازم نتدارك هيدا الموضوع، حتى ولو عولج بمصر لازم نحن نعرف بلبنان ما نخليه انه يوصل لعنا، ما نبلش فيه حتى. يعني هيدا لبنان، لبنان فتح الاسلام، لبنان القاعده، لبنان كم ازعر يلي عم يتمرجلوا على الجيش اللبناني، لبنان يلي فيه ناس موهومه انه في حرب ومحضرين حالهم نازلين على الحرب وعلى المعركه ومسلحين. هيدا وهم، فاكرين انه يوما ما رح نصير هيك. بلبنان ما رح نصير هيك. مشان هيك كل معتدل، كل منفتح بالبلد شو ما كانت طايفته، لازم نلتف على بعضنا ولازم نوقف حد بعضنا. وتذكروني كتير منيح، المعركة بطلت معركة سني وشيعي وبرزي ومسيحي، معركتنا معركة ناس معقدين متعصبين بوجه كل واحد لبناني حر، وما بيقبل انه ينفرض عليه لا كيف بده يعيش ولا كيف بده يلبس ولا كيف بده يسهر ولا كيف بده يصلي ولا كيف بده يصوم ولا كيف بده يعترف ولا شو بده ياكل ولا شو ما بده ياكل.